طيب احنا جينا المكان ده 100 مره قبل كده، عيننا خدت عليه وطلعنا بنتائج مش بطاله. يعني كل واحد ليه راي. انت اول مره تيجي هنا وعينك لسه جديده على المكان، اكيد هتشوف حاجه احنا ما شفناهاش. ايه رايك؟ احنا مش هنا عشان نحكم عليك. كلمي عن نفسك. انا هكمل لوحدي. لوحدي يا خالد. خمسه مش زي واحد. بس انا مش بواحد. جامد. وايه كمان؟ شايفاهم عمودين. اتنين. مكتوب في الكتاب اتنين باللاتين. في عملية حسابية بتتمركز حوالين رقم اتنين في الكتاب. الصفحة اللي قبل صفحة الخطين دي هي صفحة مقسومة بالنص. نص بالقبض المسفر ونص بالقبض الجديد. بس نصين. حتى الغلاف بتاع الكتاب. التين. الكتاب نفسه بيقول طريقين ومصيرهم واحد. وأحسن يوم تقرأ فيه الكتاب ده هو يوم الاثنين، علشان يوميها هتقابل علي العوضي، وبعديها بيوم هتقابل عماد صابر، علشان يوم الأربع تطلع المطعم. رقم اثنين ومضاعفاته من الأرقام الزوجية هي مصدر معظم المواعيد والعناوين اللي موجودة في الكتاب. بيت سعد في الدور الثاني، في شقة رقم اثنين. بيت عماد صابر في الدور الثاني، في عمارة رقم 12 12 من مضاعفات اثنين. حتى شركة محمود علوان أربع أدوار. تمن أدوار دلوقتي وبرضه من مضاعفات اثنين. حتى المواعيد. الميعاد بتاع رباب في المطعم الساعة 2 وميعادنا في بيت سعد الساعة 8. رقم 2 هو أهم رقم في الكتاب. عشان كل حكاية فيها طرفين. سعد ومراته. عماد ومراته. منى وابنها. حتى ممكن يكون محمود علوان وحسين، بس انا لسه ما اعرفش. بس انتوا اكيد هتعرفوا علشان انتوا جامدين. بخلي حد فيهم يروحك يا خالد. وبعدين قديم موضوع الكشافات ده، عادي يعني ممكن تستخدموا نور التليفون. اي كلام على فكره. تعيل تبت ورخم قوي. الفلوس دي هتتقسم علينا احنا الثلاثه، تمام؟ معانا جميلة؟ معانا for sure. وأنا بقول مش معانا. يبقى أنت اللي هتروحين البيت. يلا.